السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات ببقى شغال على أوتوكاد 2016 ودي لوحة 2017، فمقدرش أفتحها وتحصل مشاكل. ففي أكتر من طريقة لحل الموضوع دوت، يعني في ساعات أدم في الصلابة جوه الأوتوكاد بتفتح أي إصدار، أو ممكن نسيت أب أوتوديسك دي دبليو جي ترو فيو. هاجي هنا أوت، هنزل من الأوتوديسك نفسه. تمام، في كذا موقع تاني بس الأفضل إن أنت تحمل من موقع أوتوديسك نفسه، تمام، لأن هو مجاني مش هتدفع حاجة. هو بيبدأ يقارنك هو بين البدايل، الديسك فيور، وفي دي دبليو جي ترو فيو، وفي الديزاين ريفيو. بيبدا يقول لك ايه الامتداد اللي بتفتح كله. طبعا بيفتح الدي دبليو جي لان هو ده الامتداد بتاع الاوتوديسك اللي بتاع الاوتوكاد. دي اكس اف ده تبادل بين الملفات اللي بتشتغل بنظام الكاد. الدي دبليو اف ده بحيث ان انت حاجه زي البي دي اف يقدر يقرا بس ما يقدرش يعدل فيها. طيب ممكن نقول له عايزين الترو فيو دوت، اهوت هقول له داونلود ناو. هقول له انا عايز الزر 64 اللي هو انجليزي، واول ما بينزل بقول له افتحه، وبعد كده نبدا تصديق. والفكره كلها تختار مجال التصديق وتقول له نيكست. طيب دلوقتي بخلص التصديق واقول له فينيش، بيقول لازم تعمل ريستارت دلوقتي، فبقول له مش لازم. وبعد كده هفتح البرنامج اهوت اي دبليو جي ترو فيو. تبدا تشوف المشروع بتاعك، تقدر تفتح اي ملفات حتى لو هي مش شايفه اصدار قديم جدا او اصدار حديث. يقدر يفتحك اي اصدار وتقدر ان انت تسيفها بعد كده على الحاجه اللي انت عايزها. يعني مثلا ده فلور بلان، تقول له اوبن، هتلاقي ان هو مش مديني ادوات اشتغل بيها، يعني مش ان انا ارسم حاجات، لا هو بيديك حاجات بسيطه جدا. لو عايز تقيس، لو عايز تعديلات بسيطة، تعرف اللير اللي موجودة ايه، بس يعني حاجات بدائية جدا. تمام، بس المهم ان انا اقدر اقول له فايل واقول له سيف لي الحاجة دي على اصدار قديم شوية. ممكن يكون عندك كمية كبيرة من اللوح تروح مسافة كلها بالاصدار القديم. ممكن تيجي هنا دبليو جي كونفيرت وتروح محدد انا عايز اسيفهم 2000 2004. طيب هل اللوحة دي بس؟ لا، ده انت ممكن تضيف آلاف اللوح. يعني ممكن يكون عندك مشروع كامل تروح مختار الفولدر كله وتروح تضيفهم كده، وبعد كده تختار عايز سيف على أنهي إصدار. وكل واحدة من دول بتخش على الإعدادات بتاعتها وتقول له موديفاي، وتقول له بقى أنا عايزهم كلهم أوفر رايت. يعني الحاجة اللي مش سيفها 2020 سيفها ل 2004 أوفر رايت في نفس المكان. لا أنا هديك مسار آخر، لا أنا عايزهم في ملف مضغوط زي ما أنت عايز. الامتداد اللي أنت عايزه تختار الامتداد اللي أنت عايزه. هل انت عايز بقى الباك اب يبقى موجود جنبيه، لو في اي امضه معينه موجوده، لو في اي مشاكل يبدا يعمل تشيك ويفحصها ويعالجها. خلي البلوتر بنان لو انت عايز تعمل بايند، بحيث لو في ملفات بينها لينك فلا تبقى كلهم تعملها بايند بحيث اللينكات تتلغي واللوحه تبقى زي ما هي. عايز تعمل بيرج ولا لا، كل الاعداد دي تقدر تظبطها بحيث ان انت تعمل تعديل للامتداد كله من غير ما تاخد وقت. يعني ما تفتحش واحدة واحدة عند حد من اصحابك وتروح مسافهم 2007 وترجع للويب ده عندك. لا، هو البرنامج ده خفيف جدا وتقدر تفتح بيه كل اللوحة اللي انت عايزها. وفي شوية برامج تانية هنقولها مع بعض على قناة بيم اريبيا، فياريت تشتركوا في القناة.